تعالوا نتكلم في موضوع تاني، وتعالوا نتكلم على نادي زد. خلاص يعني صعد للممتاز، ونادي زد فيه اعضاء مجلس ادارة. يعني لما اقول لك صاحب النادي انسي نجيب ساويرس واحمد دياب ومحمد زيدان وعماد متعب واحمد حسن وحازم امام وسيف زاهر، ميدو كان معاهم، ولكن ميدو اعلن منذ قليل انه هو قدم استقالته. ميدو بيتكلم بيقولك ما تظلموش نادي زد في اللايف اللي عمله منذ قليل على انستجرام، بيقولك ما تظلموش نادي زد وحاولوا استثمار في الكورة. يا عم ميدو، ما انت شفت فيوتشر النادي بتاع الحزبيات، ما انت شوف فيوتشر عامل ايه وعمال يظلموا انبي ويظلموا الاسماعيلي ويظلموا الزمالك وعمالين يظلموا كل اندية الدوري عشان يجاملوا نادي فيوتشر. انتوا عارفين فيوتشر بتاع حزب ايه؟ انتوا عارفين في ايه؟ ايوه زد هيطلع زيه زي فيوتشر، راجل بتاع زيدان وسيف زاهر وحازم امام واحمد حسن وعماد متعب ومحمد زيدان واحمد دياب وابن نجيب ساويرس، وعاوز ده كله وزد يتظلم؟ ده زد وفيوتشر، عارف انت اللي هو ليفل الوحش السنه الجايه. ده الزمالك ده والاسماعيلي والمصري والاتحاد، يعني كل الانديه ما عدا الاهلي هيتداس علينا بالاحذيه من زد ومن فيوتشر. انتوا بتهرجوا، انت بتهرج عم ميدو اللي بيطفش المستثمرين الاهلي، واسال تركي الشيخ. انما احنا عاوزين العداله، زد طالع نفس الكونسبت بتاع فيوتشر هيدمر الكره المصريه، هيدمر الكره المصريه. فنادي زد ده اعتبره ان هو نكبه على الرياضه المصريه، وانا هو وانتو، انا هو وانتو اهو. طيب عاوز اقول لك هتكلم في موضوع مهم ومحدش يزعل مني، محدش يزعل مني. اللي بيحصل اولا عاوز اقول للاهلي خلاص مبروك بطوله افريقيا، الاهلي حسم بطوله افريقيا خلاص انسى. بص هنتقابل بكره بالليل، الاهلي حسم بطوله افريقيا ومن بكره كمان مش هيستنى يروح للمغرب. ليه؟ لما نادي الوداد يتصاب منه ثلاث او اربع لعيبة مرة واحدة لعيب اسمه بن عيادة ما سافرش معاه، والنهاردة تم الاعلان عن لعيب اسمه ارسن زولا المدافع بتاعهم اتصاب مرة واحدة في التدريبات مرة واحدة. وخد بقى دي، لعيب اسمه عبد الله حيموت لعيب اساسي في الوداد سافر من المغرب جه هنا القاهرة، أول ما حط رجله، والله العظيم بتكلم جد أنا مش بهزر، والله الكلام ده أقسم بالله ما هتسمعه في أي محتوى تاني، أول ما الولا حط رجله هنا في القاهرة مالك في إيه؟ بموت جري وخدوه على المستشفى، اكتشفوا إن عنده الزايدة، عمل عملية وخارج لقاء الاهلي. طب وبعدين؟ هل ده انت شايفه قدري؟ يعني لو رجعنا من ايام ربنا يا رب يخرب بيته قطر الطاهر، هل ده طبيعي؟ طب ماتش الرجاء، الاهلي الرجاء مكتسح في مجموعته مكتسح، تعالى الاهلي جه ايه هيحصل ايه؟ ديب 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 اصابات اتكحوله، وضربة جزاء هناك تخبط في العرضة او ترد في قفا محمد الشناوي وتخرج بره. ايه ده؟ ايه الراجل السوداني هحكي لكم، افتح لكم الملف ده بعدين. الراجل السوداني اهياني، الراجل السوداني اللي تفوق على الشيخة خديجة المغربية، مع احترام للشيخة خديجة، الراجل السوداني جامد قوي، لعب الرجاء الاهلي عدى من قطر الطاهر، دخل على الرجاء كسوحهم
ده الرجاء كسبان في المجموعه بتاعته ذهابا وايابا، عمال ياخد الفرق دب دب دب، جه قدام الاهلي اتكسوح. صدفه صدفه، ده من القدر. الترجي التونسي متصدر مجموعه الزمالك وعمال يكسب شباب بلوزداد رايح جاي، وعمال يكسب الزمالك مش عارف ايه، وفي الدوري التونسي وماشي كويس. هوب مره واحده الاصابات ديب 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 ديب، الجمهور بتاعه يعني فرقته كسبانه ومتصدر المجموعه، الجمهور بتاعه هوب مره واحده ولعوا شماريخ وكسروا الملعب. ايه يا ابني في ايه؟ مش عارفين احنا بنعمل كده ليه؟ والله بتكلم جد، والله بتكلم جد، قعدوا يكسروا في الاستاد. ايه يا ابني في ايه؟ احنا مش عارفين، احنا عمالين بنكسر وخلاص. طب انتوا كسبانين؟ احنا كسبانين، بس احنا مش عارفين في ايه بيحصل. وقعدوا يكسروا واتحرموا في ماتش الاهلي ان الجمهور يدخل، زائد ان الترجي الماتش ده اكتر من 7-8 لعيبه اصابات مره واحده. والله العظيم اللي بقوله صح، بحلف بالله، اصابات مره واحده. ده الترجي التونسي في قبل النهائي، في النهائي ماتش الوداد على عينك يا تاجر، وانت هتشوف، هتشوف ايه اللي هيحصل. التلات لعيبه بتوع الوداد، الواد جاي في المغرب ما فيهوش اي حاجه يعني، وانا بسال ما فيهوش حاجه. اول ما جه هنا وراح الفندق، يا بطني، يا بطنك، ايوه يا بطني، وعمل عمليه الزايده، عبد الله هيموت، والمدافع غايب، وكان من هناك ابن عياده، ولسه 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 بكره على اللي هيحصل. يا راجل ده من الفجر الكروي، محمد الشناوي يقدر يلعب بكره، محمد الشناوي يقدر يلعب بكره، من الفجر والثقه ان هم هياخدوا البطوله. يقول لك هنريحه لماتش العوده، يا عم طب ما تحسم هنا، احسم الماتش هنا، ده انت لو كسبت 2-0 هنا مبروك عليك، احسم هنا. لا انا مش فارق معايا، هلعب بالحارس الثالث. شوف الثقه بتاعت الاهلي، شوف الثقه بتاعت مسؤولين الاهلي، مسؤولين الاهلي المحترمين، شوف الثقه في الحارس الثالث يلعب نهائي دوري ابطال افريقيا والحارس مصري الاول، الحارس الاساسي سليم. والله محمد الشناوي سليم، بحلف بالله. ولكن هم قالوا عاوزين نريحه. يا قلبكم جايبين الثقه دي منين؟ من الراجل السوداني، الراجل السوداني، الراجل السوداني جاب لكم الثقه قبل ماتش الهلال السوداني هناك في السودان. الراجل السوداني رجع لكم الثقه، الثقه رجعت. وانا بقول مبروك للاهلي البطوله، انا بتمنى الاهلي يتغلب. كواحد زملكاوي لا هطلع تاجر بلايك ولا بشير، ولا اصل مصر هي امي، نيلها هو دمي، والهقص ده، والاهلاويه يجوا الزمالك يلعب في افريقيا يقعدوا يتريقوا وعاوزيننا نتغلب ويحفلوا علينا. لا يا عيني، ان شاء الله انا بتمنى ان انت تتغلب، ولكن العقل والمنطق بيقول ان الراجل السوداني شغله مش هيروح هدر، الراجل السوداني شغله مش هيروح هدر، لان ده بسم الله ما شاء الله من اول الموسم فرقه مغلوبه 5 تاخد افريقيا، فرقه مغلوبه 5 تاخد افريقيا. اول ما اتزنقوا بعد ماتش الخمسه وبدات بقى الدنيا تتزنق عليهم، لا ده احنا الراجل السوداني على طول. والله انا عارف بقول لك ايه، ده مهزله مهزله، وهيكسبوا البطوله من قبل الماتشين اهو، ماتش بكره ولسه الماتش العوده يوم 11. انا بقول لك لو انت اهلاوي مش هيعجبك الكلام بتاعي، وتقعد بقى تقول لي فنيات كولر بص القصه خلصانه، محسومة محسومة محسومة. يا راجل ده الراجل السوداني قال لهم ايه؟ قال لهم ما تلعبوش ما بين الماتش والماتش، ما تلعبوش ما تلعبوش. الراجل مدرب الوداد، مدرب الوداد
بيقول لك ايه؟ عشان تعرف ان مفيش تكافؤ فرص عندهم، وبياخدوا البطولات بالتدليس وبالظلم وبالباطل. مدرب الوداد بيقول لك ايه؟ بيقول لك حتى الان لم نحظى بوقت كافي للتحضير للمباراة، فقد سافرنا ووصلنا القاهرة بعد ان خضنا مباراة في الدوري المغربي، وسافرنا في اليوم التالي مباشرة. ناس بتلعب في الدوري وبتسافر بعدها تاني يوم، مش ناس قاعدة مفخدة بالاسبوع بالعشر ايام واخدين اجازة وضع. زائد الراجل السوداني ده جامد قوي، مش مصدقني. بكرة الاهلي بيلعب بالحارس التالت 13، هيلعب بالحارس التالت وهيكسب مرتاح. ايه رأيك؟ هيكسب مرتاح وهياخد البطولة مرتاح. ومبروك الحداشر يا اهلي، مبروك الحداشر يا اهلي. وياريت نعرف عنوان الراجل السوداني ده، لان ده لو جه الزمالك اعتقد الراجل هيتنحس، هيموت قبل ما يجي الزمالك. سعدت جدا بيكم، وان شاء الله دايما نتقابل على خير وصحة وسعادة. ما تنسوش بقى في النهاية لايك وشير والاعجاب والمتابعة لو انت على فيس، ولو انت على يوتيوب اكيد اشترك في القناة، لايك، تفعيل زر الجرس وشير. اشوف حضراتكم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم. مع الف سلامة.